أكبر أزمة واجهتها مصر على مدار السنين اللي فاتت هي الزيادة السكانية اللي بتشوه كل شيء لو ما قابلهاش التخطيط الجيد اللي يقدر يستوعب التوسع ده بشكل منظم. ومن هنا كانت خطة الدولة في الجمهورية الجديدة لإطلاق مجموعة من المدن الذكية اللي بتساهم في زيادة الرقعة المعمورة بعيدا بقى عن التوغل على الأراضي الزراعية، ده بجانب توفير خدمات مميزة ترفع شعار الحياة الكريمة علشان كلنا نعيش حياة جديدة. مدينة المنصورة الجديدة واحدة من مدن الجيل الرابع اللي أطلقتها وزارة الإسكان ودشن الرئيس حجر أساسها في مارس عام 2018 علشان تبدأ معركة تنمية المرحلة الأولى منها وتتحول لأيقونة في قلب الدلتا، إنها بتمثل حلقة الوصل بين ثلاث محافظات هي دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، وده من خلال مجموعة من المشاريع التنموية في العديد من المجالات كلها بتمثل إضافة قوية هنتابع تفاصيلها معاكم النهاردة. على مساحة 7000 ميل فدان بتمتد مدينة المنصورة الجديدة بطول 15 كيلو متر على ساحل البحر المتوسط، تم الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى منها على مساحة 2000 فدان، استثمارات 22 مليار جنيه شملت العديد من المشروعات في مجالات الإسكان والتعليم والخدمات، بجانب مشروعات سياحية منها الممشى السياحي اللي هيكون متنفس مش بس لسكان المدينة لا كمان لجميع أهالي الدلتا. الممشى السياحي لينا لقاء مع المهندس ياسر كحلة نائب رئيس جهاز المنصورة الجديدة. أهلا بحضرتك، نورتنا في حياة جديدة. شرفتونا يا ريس. يعني مدينة المنصورة الجديدة مدينة من الجيل الرابع اللي تم إطلاقها مؤخرا، ولكنها بتتصف بطبيعة خاصة، هي في قلب الدلتا وعلى الطريق الساحلي الدولي وكمان على البحر المتوسط، وطبعا أكيد كان ليها طبيعة خاصة بقى وانتوا بتنفذوا كل المشاريع دي ومنها طبعا الممشى السياحي. كلمنا عن الممشى السياحي وهل رعيته بقى انها ليها طبيعة مختلفة ومميزة؟ تمام. تشرفتونا الاول. احنا بداية بنتقدم بخالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية ورؤوسهم فخامة رئيس الجمهورية على دعمه انشاء المدن الجديدة اللي بتحقق مبدأ التنمية الشاملة وبيعود اثرها على المواطن بتوفير فرص عمل. المنصوره الجديده احدى تلك المدن الجديده، مدن الجيل الرابع، مساحتها 7200 فدان. المرحله الاولى منها التي تم انتهاء منها اللي احنا واقفين فيها دلوقتي 2063 فدان. الكورنيش اللي احنا واقفين عليه حاليا بطول 4 كيلو و200 متر تم انتهاء منه تماما. الكورنيش يشمل ممشى سياحي وملاعب وكافيتريات وبرجولات ومقاعد. زي ما قلت حضرتك الاربع كيلو متين اللي تم الانتهاء منهم تماما بالخدمات اللي فيها باللاندسكيب. المدينة ككل الدولة بتضخ فيها استثمارات تعدت 20 مليار جنيه. ال 20 مليار جنيه دوم تشمل قطاعات عدة، المرافق والإسكان والخدمات. فأنا بقول لحضرتك المدينة متكاملة وإحنا إن شاء الله خلاص خلصنا مرحلة تماما وجاهزين لاستقبال المواطنين إن شاء طيب الله. على ذكر المرافق والبنية التحتية، يعني حوالي 30% من المكان أو من المساحة ده مساحة المرحلة الأولى من ضمن أربع مراحل قادمين، ولكن دايما البداية هي اللي بتبقى صعبة، هي اللي بيبقى فيها عقبات وبتمشوا على أساسها، أنتوا بتخططوا علشان ترسموا للمراحل القادمة. طيب إيه هي العقبات اللي قابلتكم هنا خاصة في البنية التحتية؟ بص حضرتك، هو زي ما قلت حضرتك المرافق عندنا، احنا عندنا الاستثمارات تعدت 20 مليار جنيه، المرافق لوحدها حوالي 6 مليار جنيه. المرافق وتشمل المرافق تنفيذ شبكات صرف صحي
وشبكات السيول، ودي من احدى المدن القلائل اللي فيها شبكه صرف امطار او سيول منفصله تماما عن شبكه الصرف الصحي. كان في مشكله رئيسيه دايما في تنفيذ المدن الساحليه، وهي ارتفاع منسوب المياه الجوفيه. أكيد. واحنا الحمد لله بدعم كل شغلات الجهاز والهيئه تم السيطره على المشكله دي، وان شاء الله احنا خلصنا زي ما قلت لحضرتك 350 كيلو، وده رقم كبير على فكره، رقم الشبكات رقم كبير جدا يعني. يعني ان شاء الله بقى في الشتاء، يعني شتاء 2022 مش هنلاقي بقى لو في سيول، هيبقى فيه لا قدر الله بقى مطر وسيول. لا، هو الشتاء كله يعني، حتى الشتاء السنه اللي فاتت الحمد لله احنا كنا مخلصين وكان عندنا هنا درجه الامطار عاليه جدا. زي ما قلت لحضرتك من مميزات المدن الجيل الرابع ان في التصميم بيتعمل شبكه سيول منفصله تماما عن شبكه الصرف الصحي، وده بيخفف العبء على شبكه الصرف. وانا بؤكد لحضرتك الاستحاله ان شاء الله يبقى فيه اي ازمات او غرق للطرق والقطع السكنيه في مدن الجيل الرابع تحديدا يعني. مدينة المنصورة الجديدة المميزة جدا واللي بيجعل منها مدينة ساحلية، كان من السهل كل مشروعات الإسكان اللي بتتنفذ فيها تكون الإسكان السياحي، لكن اهتمام الدولة بالمواطن محدود الدخل اللي بتحطه على رأس اهتماماتها في أي مشروع بيتنفذ، فرض وجود الإسكان الاجتماعي اللي بيتنفذ هنا على طراز معماري فريد يتماشى مع الطابع السياحي للمدينة. معانا المهندسه مريهان عوض، مهندسه في اداره الاسكان، اهلا بيكي ونورتينا في حياه جديده. ازي حضرتك؟ تلبيه احتياجات المواطن البسيط من اهم اولويات الدوله المصريه، وده اللي بتعمله بالفعل في الجمهوريه الجديده. كلمينا عن هنا، عن السكن الاجتماعي، كام وحده اتوفرت ومساحتها قد ايه؟ هنا سكن كل المصريين، عباره عن 58 عماره، 1362 وحده، المساحه 90 متر، ثلاث اوض وصاله ومطبخ وحمام وبلكونتين. هنا كمان في سوق وحضانه. ده بالنسبه للخدمات اللي هيتم توفيرها. أيوة. ما هو اكيد طبعا اي اسكان اجتماعي بيبقى مطالب فيه ان يبقى فيه مقومات للمعيشه هنا، سواء من مدارس سواء من اسواق، هل ده تم توفيره بالفعل؟ ايوه، هنا في اسواق في نص الزون بتاعه الاسكان الاجتماعي، وكمان في حضانه وفي جامع وفي كيدز اريا، وكمان تخطيط اللاندسكيب انه يبقى في برجولات وقعدات للسكان بحيث انها تبقى مناسبه الناس محدودي الدخل وكمان متوسط الدخل، يبقى ما يحسوش ان هو في مشكله في يعني ان هو المستوى هنا اقل من اي مكان تاني. طيب يعني برضو اي حد يروح يسكن في مدينه جديده يفكر الف مره المواصلات ازاي، ان هو هيتنقل من مكان لمكان، ويمكن الدوله برضو في الفتره الاخيره في مناطق تانيه، انا مش عارفه المنصوره بالظبط لسه هسال حضرتك، قدرت انها تعمل شبكه مواصلات عامه علشان تربط ما بين المناطق وبعدها، هل انتوا قدرتوا تعملوا كده في المنصورة الجديدة وتربطوها بالمنصورة القديمة او المنصورة اصلا؟ ايوة، احنا هنا عملنا موقف مؤقت جنب الجامعة، لان الجامعة هنا اكتر حاجة حيوية في المنصورة الجديدة واكتر حاجة شغالة. وكمان اتعاقدنا مع المحافظة ان احنا نعمل موقف يكون يخدم كل الاماكن وكل المحافظات اللي حوالينا، من كفر الشيخ لدمياط الجديدة للمنصورة لحتى القاهرة، وده ان شاء الله اللي احنا شغالين عليه. طيب يعني من ضمن برضو اهداف الدوله هي فرص العمل وتوفير فرص عمل سواء بطريقه مباشره او غير مباشره من خلال المشروعات القوميه اللي بتعملها، انت احساسك ايه وانت شابه صغيره ومشاركه في مشروع قومي زي ده؟ واكيد احساسي حلو لما بخلص اي شغل وما بخلص مثلا حاجه، بحس ان الحاجه دي يعني انا عملت فيها فعلا مجهود كبير، وببقى فرحانه بيها واقول الحاجه دي انا اللي عاملاها وانا اللي منفذاها، وببقى حاسه ان فعلا الحاجه دي يعني
يعني بقت حاجه جزء منك. ايوه اللي انا فعلا انا تعبت علشان يعني انا تعبت في الحاجه دي مبسوطه بيها قوي. وما حد يجي يقول مثلا منصوره الجديده حلوه او منصوره جايه الشغل فيها كويس بحس ان هو احنا عملنا مجهود. انا أيوة دخلت فيها. احنا عملنا مجهود والمجهود ده فعلا يعني باين والناس بتقول يعني ان هو كويس وشغال. طيب يعني برضو مش عايزه انهي الحوار مع حضرتك من غير ما اتكلم عن الشكل المعماري على للعمارات السكنيه هنا في السكن الاجتماعي. كلمينا عن التصميم هنا. تمام. العمارات هنا اسمها عمارات ذات الطابع الساحلي. تمام. وهنا الديزاين شويه مدي على فاطمي او اسلامي علشان يعني نغير النمط بتاع الاسكان عامه الموجود في المدينه. نغير النمط بتاع سكن مصر او نغير النمط بتاع جنه. فاحنا حاولنا ان احنا نعمل هنا حاجه تكون شكلها حلو وفي نفس الوقت يكون سعرها كويس ومناسب مختلفه كمان. بالظبط. تكون متناسبه لكل الفئات اللي عايزه تيجي حتى تعيش هنا يعني. ونوفر لهم كل حاجه هم يكونوا محتاجينها. محمود ابو العنين مدير اداره الاسكان بمدينه المنصوره الجديده، اهلا بحضرتك نورتنا في حياه جديده. اهلا وسهلا يا فندم، نورتنا في المنصوره الجديده. الدوله المصريه وتحديدا في الجمهوريه الجديده حريصه على انها توفر سكن لمحدودي ومتوسطي الدخل. واحنا هنا في سكن مصر بمدينه المنصوره الجديده كلمنا عن عدد الوحدات والمساحات ووصلتوا لحد فين بالظبط في المشروع، وهل في وحدات جديده او يعني مرحله جديده قادمه؟ بالنسبه لسكن مصر يا فندم فاحنا عندنا 196 عماره في المرحله الاولى المنصوره الجديده. 196 عماره تم انجازهم بالكامل، نسبه انجاز 100%، عباره عن 4704 وحده بالفعل تم تنفيذهم والانتهاء منهم. وعندنا تسليم سكان بدا بالفعل اليوم في المرحله الاولى. بالنسبه للاكستنشن بعد كده بالنسبه لسكن مصر فاحنا عندنا المرحله الثانيه 44 وحده، نسبه التنفيذ وصلت حتى 70% وان شاء الله جاري الانتهاء منهم باذن الله. طيب كلمنا عن المساحات اللي تم الانتهاء منها بالفعل او ال 100% زي ما حضرتك قلت في المرحله الاولى، المساحات الشقق قد ايه؟ تتراوح مساحات سكن مصر بالنسبه للمرحله الاولى من 105 متر مسطح للشقه تصل لحد 118 متر مسطح بالنسبه للشقه. طيب يعني في سكن مصر في كل المحافظات والمدن بيراعوا جدا ان يبقى فيه شجر واراضي زراعيه وجناين ومحاطه بالاشجار، ولا هنا في المنصوره الجديده فرض الطبيعه مختلفه؟ بالنسبه يا فندم المنصوره الجديده سكن مصر احنا عندنا في الموقع العام مساحات متاحه جدا لاي افراد للتنزه فيها. عندنا سكن مصر يحيطه سور شجري كامل المنطقه. عندنا منطقة خدمات تقع بين كل زونة وزونة في سكن مصر شاملة، موجود فيها أسواق تجارية، موجود فيها مولات، موجود فيها بنزينة، موجود فيها بنوك، موجود فيها مدارس، متوفرة يا فندم. يعني كل الخدمات متوفرة. متوفرة يا فندم بين كل منطقة، من كل منطقة سكن والمنطقة الثانية. سكن عندي أربع مناطق في المرحلة الأولى، منطقة واحد، منطقة اثنين، ثلاثة، أربعة، تقع بينهم منطقة الخدمات. ممكن تسأل الدولة منين قادرة انها توفر ميزانية كبيرة لتنفيذ مثل هذه المشروعات في المدن الجديدة، والإجابة من خلال ما يتم تنفيذه من مشروعات استثمارية توفر العائد اللي يخليها تواصل المسيرة لتلبية احتياجات المواطن البسيط. ومن هنا كان تنفيذ عدد من الفيلات عائدها سيوجه لمواصلة مسيرة التنمية في المنصورة الجديدة.
من منطقة الفيلات بمدينة المنصورة الجديدة لينا لقاء مع المهندسة نهال حمدي مدير إدارة الفيلات بجهاز المنصورة الجديدة. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. نورتينا في حياة جديدة. يعني الفيلات شايفين شغل جميل جدا جدا، يعني كلمينا عن المساحة والأعداد هنا. احنا هنا الفيلات في المرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة عندنا أربع مناطق بتكون من 1149 فيلا بعدد 2103 وحدة، عندنا 13 نموذج، 6 نماذج على الطراز المودرن، وعندنا 7 نماذج على الطراز الكلاسيك. ده طبعا بيختلف على حسب التشطيب الخارجي للفيلا. عندنا فيلا الاول مطل، فيلا الثاني مطل، فيلا المطل على منطقه اللاندسكيب، عندنا مساحات هنا من 300 متر ل 800 متر، عندنا فيلا النموذج المنفصل وشبه المتصل والمتصل. انا طبعا لما جيت هنا وشفت الفيلا وقد ايه هو شغل جميل جدا، انتوا فهمتوني ان دي اللي بتصرف على المشاريع الاخرى وفي نفس الوقت بتلبي احتياجات المواطن لا البسيط. هو هنا بس احنا راعينا ان تلبي الطلبات المختلفه للعملاء. يعني المدينه هيجي فيها عملاء بطبق الليفل المختلف، في كل ليفل ليه حاجه بيحتاجها. يعني في شخص بيبقى مبسوط ان هو يعيش في شقه في عماره، وفي تاني بيبقى حابب يعيش في منطقه منفصله ليه. طيب انا لما اشوف فيلا في المنصوره انا ايه اللي يشجعني ان انا اجي اشتري فيلا في المنصوره؟ ما انا ممكن اطلع على الساحل اشتريها، ودي منطقه ساحليه، دي منطقه ساحليه ودي منطقه ساحليه، بس الساحل الشمالي. يعني ايه اللي يشجعني انا دلوقتي واقفه قدامك قولي لي ايه الحلو هنا، ايه اللي يخليني اجي اشتري هنا في مدينه المنصوره الجديده؟ تشتري في الساحل انت بتشتري فيلة مصيف بتروحيها شهرين ثلاثة في السنة، انت هنا بتشتري في مدينة في وسط الدلتا شغالة طول السنة، دينا جامعة شغالة طول السنة، الخدمات كلها شغالة طول السنة، انت قريبة من المنصورة القديمة، من دمياط، من كفر الشيخ، يعني منطقة انت تعيشي فيها وفي نفس الوقت مصيف. اقتنعت. طيب لو اتكلمنا عن اي حد يجي يشتري هنا برضو اكيد بيدور على الخدمات، على الصيانة، هل ده يعني رعيته الاحتياجات دي؟ احنا هنا الفيلات الاربع مناطق كل منطقة تعتبر كومباوند منفصل فيها كل الخدمات بتاعتها. حتى احنا دلوقتي عملنا سور خارجي للفيلات بحيث الكومباوند يبقى مقفول على السكان اللي موجودين فيه، جوه الكومباوند في مساحات لاندسكيب الواسعه. انما مناطق خدمات لا، احنا مش عاملين منطقه في وسط الفيلل، احنا بين كل منطقه فيلل والتانية او بين كل كومباوند والتاني في منطقه الخدمات المركزيه في المدينه دي، فيها المدارس، فيها المولات، في جنبها منطقه البنزينه، اسم الشرطه، منطقه المركز الصحي، في مركز اجتماعي، في مسجد، في كنيسه، كل الكلام ده موجود في منطقة الخدمات بس مش موجود وسط الفيلل عشان الهدوء والخصوصية. وجود مدينة المنصورة الجديدة في قلب الدلتا كان سهل على الدولة انها توفر ليها مصدر مياه عن طريق ناقل من النيل، لكن استغلال المصادر الطبيعية والبحث عن مصادر اخرى للمياه في اطار خطة الدولة لتحقيق الامن المائي خلاها بتتوسع في انشاء محطات التحلية في المدن الساحلية، ومن هنا كان انشاء محطة التحلية لتوفير احتياجات المدينة من المياه. مهندس محمد فارس المشرف على تنفيذ محطة تحلية مياه البحر بمدينة المنصورة الجديدة، أهلا بحضرتك، نورتنا في حياة جديدة. أهلا وسهلا فندم. يعني كلمنا عن محطة التحلية هنا، القدرة الاستيعابية بتاعتها قد إيه؟ دي المحطة التحلية صممت على 80,000 متر مكعب، تغذي المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من المدينة. تم تنفيذ المرحلة الأولى من المحطة بقدرة 40,000 متر مكعب، تغذي المرحلة الأولى من المدينة. المرحلة الأولى للمدينة على مساحة 2063 فدان، المياه المحطة طاقتها 40,000 متر مكعب، بتغذي تقريبا 140,000 نسمة. هتغطي بس المرحلة الأولى من المنصورة الجديدة ولا الأربع مراحل القادمين؟ لا، المرحلة الأولى. المرحلة الأولى من المنصورة الجديدة. طيب احنا عندنا أربع مراحل في المحطة التحلية غزة مدينة المنصورة الجديدة. باشمهندس محمد، يعني كلمنا عن طاقة محطة تحلية المياه بمدينة المنصورة الجديدة ومراحل تنفيذها وصلت لحد فين؟ احنا بدأنا التنفيذ في 29/5/2019، انتهى التنفيذ من المحطة تقريبا 30/6 بانتهاء تجارب والكوميشن،
إن بدأنا التجارب بتاعتنا، تجارب الأداء، تجارب الاعتماد، وتجارب وزارة الصحة 1/8. إحنا دلوقتي بنضخ طبقا اشتراطات وزارة الصحة. طيب المياه المنتجة من محطة التحلية دي هل هي صالحة للشرب ولا طبعا لاستخدامات أخرى؟ لا، الشرب طبعا للشرب. طيب تكلفة محطة مياه التحلية أكيد بتبقى أعلى من محطات نقل المياه من النيل، ولكن إيه السبب إن إحنا نعمل محطة تحلية؟ يعني إيه اللي هيعود بيه على الدولة أو على مدينة المنصورة كده؟ الأمن المائي، الحفاظ على الأمن المائي وتنوع مصادر المياه، يعني على المدى البعيد هيبقى أفضل. طبعا. وتعدد مصادر المياه كمان. طبعا. من 4 سنين بدأ هنا حلم إنشاء مدينة واعدة لتكون قاطرة التنمية في قلب الدلتا، ويمكن اللي شفناه النهاردة من مشروعات اتنفذت في مدينة المنصورة الجديدة كان في الماضي يحتاج عشرات السنين، لكن مع الجمهورية الجديدة الصعب بقى واقع والحلم بقى حقيقة. هنعيش معاه حياة جديدة. أشوفكم في حلقة جديدة من حياة جديدة. سلام.